الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. اقترح البنك المركزي العراقي على الحكومة في بغداد التريث في إبرام أي عقود مع روسيا نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا. وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب إنه أرسل كتابا رسميا وجهه البنك إلى مجلس الوزراء محذرا من أي عقد صفقات مستقبلية مع روسيا بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسات مالية واقتصادية روسية لغرض الحد من قدرات روسيا في الحرب قبل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بنفس الخطوة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. واصلت أسعار النفط صعودها على خلفية تصاعد الأزمة بين أوكرانيا وروسيا والمخاوف المثارة من تعطل التجارة ومشكلات الشحن بعدد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.62 دولار لتصل إلى 117.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ آب عام 2013، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 113.88 دولار للبرميل، مرتفعا بنسبة 3.28 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 11 عاما عند 113 دولار للبرميل. خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لروسيا 6 درجات إلى الدرجة عالية المخاطر. وبررت المنظمة الأشهر في التصنيف السيادي للدول وضع روسيا في هذه المرتبة بأن العقوبات الغربية كان لها دور في تأثير على الاقتصاد الروسي، ما جعل روسيا غير قادرة على خدمة ديونها، ما ينعكس على اقتصادها وحقيقة جدارتها الائتمانية. هذا وقد خفضت وكالة ستاندرد أند بورز الأسبوع الماضي أيضا تصنيف روسيا إلى مستوى عالي المخاطر، ووضعت وكالة موديز البلاد قيد المراجعة لخفض تصنيفها إلى تلك الدرجة. من جهته أعلن البنك الدولي إيقاف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا على خلفية الهجوم العسكري على أوكرانيا. سجلت أسعار كل من الألمنيوم والفحم مستويات قياسية جديدة، بينما سجل النفط الخام والقمح أعلى مستويات ما في عدة سنوات على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا. وتعتبر روسيا موردا رئيسا في أسواق النفط والغاز والمعادن والحبوب والشحن، ما أثر على سلاسل التوريد بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا على موسكو في أعقاب غزوها للأراضي الأوكرانية. وارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 30% هذا العام ليصل عند 3650 دولارا للطن. أما الحبوب فقد ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 40% تقريبا عن الشهر الماضي. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز، دمتم بخير.